من التبعات. لو كان عليك تبعات متعلقة بالخلق فعليك أن ترد الحقوق للخلق. أذيت الناس عليك أن تستسمحهم ليسامحوك. أخذت أموالهم بالباطل فرد أموالهم. ظلمتهم عليك أن تطلب أن يصفحوا عنك. يبقى إيه؟ أول حاجة عشان تصلح لابد أنك أنت تخرج من التبعات. الله له حقوق بينك وبين خلقه وبينك وبينه، فالحقوق التي بينك وبين الخلق لابد أن تخرج منها، والحقوق التي بينك وبين الله لابد أن توفيها. يبقى كده مفيش تبعات. فهم؟ يبقى بالخروج من التبعات والتوجع للعثرات، وإنك أنت كل ما إيه مراقب نفسك في طريقك وأنت منيب إلى الله، كل ما تخفق وتتعثر تتوجع وتتألم وتعود مرة أخرى. يعني يترك لذة المعصية. في ناس تعمل معصية للذة فيها، لكن ده تحول المنيب إنه هو لما يقع في المعصية يشعر بألم مش يشعر بلذة، لأنه ارتقى. فهم؟ وعلشان كده سيدنا أبو الحسن الشاذلي بيقول إيه؟ اللهم استبدل لذة المعصية بإيه؟ بالحزن لما إيه؟ بالمرارة لما وقعنا فيه. الإنسان في الأول يتلذذ فعل المعصية، عنده شهوة يعملها بشهوة حتى يحصلها. لما ينتقل لباب التوبة يبتدي مش ما يحبش يعملها. لما يتقي أكتر يتألم لو عملها، يتألم لو عملها. فهم؟ هل التوجع للعثرات يعني يشعر بالألم إنه هو وقع في هذه العثرة، لدرجة إن في بعض الناس يتوجع لترك الطاعة على الوجه الأكمل مش لفعل المعصية. ده يتوجع الصحابة كان يقول لك الواحد منهم لو فاتته صلاة الجماعة يعزوه 3 أيام. يعزوه يعني بيتوجع، يعني مش فاتته الصلاة خالص. ده بعضهم لما تفوته تكبيرة الإحرام يعزوه 3 أيام، يقولوا معلش شد حيلك ربنا يعوض عليه، معلش ما تزعلش، حاول تستكثر من الخيرات. في واحد من رجال الرسالة القشيرية كنا قرأنا عنه زمان، جاءه ضيوف وقت صلاة العشاء. هو كان طالع بيفتح الباب رايح يصلي العشاء، بص لا ضيوف جايين، دخل معاهم. قال أنا هأنسهم بسرعة كده وأقدم له حاجة على ما يقوموا الصلاة الحق الصلاة، هو كان إيه لا يترك صلاة الجماعة. فانشغل معهم، فبعد ما خلص وطلع لقى كل المساجد قفلت. خلاص الناس صلوا وروحوا بيتهم. فروح البيت متنكد، قال والله لا صلي العشاء 27 مرة. لأن الجماعة 27، قال هصلي العشاء 27 عشاء علشان أعوض صلاة الجماعة، بيعاقب نفسه. فقام صلى العشاء 27 مرة. لما الراجل تعب 4 ركعات ويخلص و4 ركعات ويخلص و4 ركعات في 27. لما الراجل تعب نام على المصلية بتاعته عناه، فشاف نفسه في الرؤية إنه إيه؟ إنه ماشي على رجليه بيجري وناس سابقينه بفرسان مش عارف يحصله. فعرف إنه مهما عمل مش هيحصل اللي صلى العشاء. شوف يتوجع قد إيه؟ وأنت فاتتك كم عشاء يا جماعة؟ وبتنام ضميرك مستريح يا أرض تهدم عليك يا أبني. أدي معنى التوجع للعثرة. يعني حتى العثرة مش إنه يفعل معصية، لا إنه يترك حتى الطاعة على الوجه الأكمل. مش يترك طعب الكلية، عشان تشوف ازاي دركات محاسبة النفس. سيدنا السري السقطي شيخ الإمام الجنيد وخالد كان بيقول والله إني أستغفر الله من قول الحمد لله منذ 40 عام. بقى 40 سنة بيستغفر ربنا عشان قال الحمد لله. فهو الحمد لله دي معصية. فبيسألوه بيقولوا ازاي يعني هي الحمد لله دي معصية عشان تستغفر منها؟ قال احترق السوق في بغداد فجاء الناس إلي وأنا أصلي الضحى،
فقالوا السوق احترق إلا دكانك. فقلت الحمد لله. ثم بعد ذلك رجعت لنفسي فقلت كيف أفرح لنفسي ولا أحزن للمسلمين؟ والإنسان لابد أنه يحزن لحزن المسلمين ويفرح لفرح المسلمين. فعلمت أني لا أحب لإخواني ما أحب لنفسي، فأنا أستغفر الله من قول الحمد لله. 40 سنة، شفت إزاي؟ قال لي طريق، قال لي معناه أنه يتوجع من العصبات، توجع فهمت؟ واستدراك الفائتات، يعوض بقى، يقضي كل اللي فات، يشوف كام رمضان فاتوا ما صمهمش، يعوض الصيام اللي فات، كام فريضة فاتته ما صلهاش، يعوض الفرائض اللي فاتت، كام سنة ما طلعش الزكاة، يطلع زكوات السنين كلها، يعوض، يقضي ما فاته من الايه؟ من الفائتات. استدراك الفائتات بقضاء الفوات من صيام وصلاة وزكاة وحج، فهمت؟ يفوق بقى لنفسه. كل ده علشان يستقيم الرجوع إلى الله إصلاحا. طب أمال بقى كيف يستقيم الرجوع إلى الله وفاء؟ وإنما يستقيم الرجوع إليه وفاء بثلاثة أشياء: بالخلاص من لذة الذنب، يتخلص من لذة الذنب. في ناس تعمل الذنب بلذة. ليه بتشرب سجاير؟ يقول لك أصلها إيه؟ بتعدل نفوخي بلذة، يعني كأنه بياكلها مش بيشربها. أنا بشوف ناس كده والله، يجي يشرب السيجارة كأنه بياكل السيجارة، يعني بيتلذذ بها. لازم يتخلص من لذة الذنب، فهمت إزاي؟ لازم يعني يعقبه بدل اللذة دي يحس بمرارته، مش يعمل الذنب ومبسوط بلذته، لا، ده علشان يوفي بالعهد مع الله ويبقى منيب بعدما كان تائبا. ما هو إنابة الوفاء بعهد التوبة، لابد انه يتخلص من شعوره باللذة عند فعل الذنب. يبقى بالخلاص من لذة الذنب، مكتوبه بالإخلاص صلاح، بالخلاص من ايه؟ من لذة الذنب. واستبدلها بالكراهة لما هو بضدها، مش كده برضه؟ بالكراهة لها والطعم لما هو بضدها. سيدنا الحسن الشاذلي قايل كده، أبو الحسن الشاذلي في حزب البر، اللهم استبدلها، يعني استبدل لذة المعصية دي بالكراهة لها، واخد بالك؟ والشعور بمرارة فعلها بحيث تكرهها. عشان كده انت عمرك ما هتترك الذنب الا لو كرهت الذنب. في ناس كتير يقول لك انا نفسي ابطل السجاير، طب ليه ما بتبطلهاش؟ يقول لي اصل بحبها. طب ما انت لازم تكرهها الاول عشان تبطلها، تكرهها. فاهم؟ طب ليه بتحب تقعد تبص للستات وتقعد مع الستات كتير؟ والستات والقعد معاهم كتير يورث الغفله والشهوه. طب ليه؟ يقول لك اصل انا بحب كده بس تريح. يعني ايه بحب كده بس؟ لازم تخرج نفسك. ما احنا قايلين ان ملاك ده كله ايه؟ ملاك اليقظه كله ايه؟ الخروج من العاده. تخرج نفسك من العاده. مش طول ما انا عادتي كده، اصل انا بقى لي 20 سنه كده، ابطلها ازاي بس؟ ولا بقى لي 20 سنه كده. فهمت؟ متعوده. فهمت ازاي؟ متعوده دي اللي بيقولوها نكته في المسرحيه. ده تقديم. اوعى تعود نفسك على غلط، والا هتبقى متعوده. والايه؟ والانسان الصالح مش متعود على المعصيه ابدا. كل ما يعملها كل ما يحس بقرفها لحد ما يتركها في الاخر. فهمت ازاي؟ لازم كده تشعر بايه؟ بكراهه المعصيه، وما تشعرش بلذتها بل تشعر بمرارتها. يبقى بالخلاص من لذه الذنب وبترك الاستهانة، خد بالك اللي جاية دي مهمة جدا، وبترك الاستهانة، صلح الايه؟ الكلمات، لأن الكتابة الصغير ده فيه، بترك الاستهانة بأهل الغفوة، الغفلة تخوفا عليه من الرجاء لنفسه، مع الرجاء لنفسه. نقرأها تاني، صلح. وبترك الاستهانة بأهل الغفلة تخوفا عليهم
مع الرجاء لنفسك. يعني انت بقى ربنا كرمك وتيقظت وتبت وحاسبت نفسك وانبت الى الله. مفيش اجمل من كده بقى. تقوم تبص الناس اهل الغفله تقوم ايه؟ تبقى ايه؟ بتتحسر عليهم. يا مساكين. يعني انت بقى بقيت ايه؟ مش مسكين. ده انت بقيت يعني بقيت انت بقى بتزكي نفسك. فتترك الاستهانه بهم وتقول ده حالهم كمان ايه؟ راضي. حالهم راضي ويبقى انا حالي مرضي. اذا كانوا حالهم راضي يبقى انا حالي مرضي. والرضا عن الحال عين الكبر. فهمت؟ يبقى ما تستهنش كمان باهل الغفله. وترجو لنفسك ما ليس لهم من الرحمه. بل تنظر لاهل الغفله تعذرهم على ما هم فيه وتتمنى لهم الرحمه. فهمت ازاي؟ تتمنى لاهل الغفله الرحمه وتخشى على نفسك انت من النقمه. لماذا؟ لانك لو كنت على خلاف ذلك لكنت معتمدا على العمل مش معتمدا على رحمه الله. فهمت بقى ازاي؟ علشان كده لا تستهين باهل الغفله لانهم الان هم في غفله وانت لا تدري ما يقول حالهم بعد ذلك. قد يتوب وينيب الى الله في وقت انت لا تراهم في هذه الحاله الكامله وتكون انت في الحاله دي قد ايه؟ عدت على انقاصك مره اخرى الى حال الغفله. فما تستهنش بيهم. شوف المصريين يقولوا ايه؟ يوضع سره في اضعف خلق. يوضع سره في اضعف خلق. كانوا برضه في الرساله القشريه، ما انا عايزكم ترجعوا للرساله القشريه هتعينكم على فهم هذا. في الرساله القشريه كان ايه؟ بعض العلماء الصالحين الاولياء بيطوفوا في الكعبه. واحد من الناس البسطاء بيطوف معاه. فبعد ما طافوا كده حبوا يهزروا معايا من باب لان الناس الطيبين بيحبوا برضه يهزروا، احنا شفنا اولياء كتير كان يحبوا برضه يهزر كده ويداعب الناس. فبيقولوا له مداعبة، بيقولوا له انت طفت؟ قال لهم اه الحمد لله. قالوا له طب ونزلت عليك ورقه من عند الله ان ربنا اعتقك من النار؟ قال لهم هو لازم الواحد لما يطوف تنزل عليه ورقه؟ قالوا له اه. قال لهم لا والله ما نزلتش. وقعد يعيط وقعد يطوف. قال انا هعيد الطواف بقى، ما هو ما نزلتش عليا ورقه. فالراجل قعد يطوف وياك ويطوف وياك ويطوف وياك. في المره ال 14 لقى ورقه نزلت عليه. فربنا عند ظن العبد. أهم استهانوا بهذا الرجل وهم اولياء كبار وشافوه راجل بسيط بيضحكوا عليه. فهمت ازاي؟ وقالوا له حاجه اهو لو دعت سره في اضعف خلق. لما افتقر الى الله ربنا برضه ما خيبش ظن. فبيقول لك نزلت عليه ورقه وهو امي لا يقرا ولا يكتب. قال لهم انا في المره ال 14 لقيت الورقه دي. راح لهم بقى كانوا قاعدين هناك. فراح لهم قال لهم ايه؟ زي الورقه دي اللي نزلت عليكم؟ الورقه دي زي اللي نزلت عليكم. فبيقول لك قرأوها فوجدوها انه قد غفر له وتقرا من جميع الجهات. يبقى ربك عند ظن العبد. فما تستهونش بحد، ما تستهترش بحد. اذا سئلت من اقل الناس قول انت. فهمت ازاي؟ لانك لو قلت فلان يبقى انت زكيت نفسك عليه. فهمت بقى المساله؟ علشان كده لازم تترك الاستهانه باهل الغفله. وانت بتستعين بيهم كمان ايه؟ يعني انت قلبك كله رحمه تخوفا عليهم. يا سلام يا لئيم. قال هو يقصد احتقارهم بس علشان يخبي الاحتقار يقول لا ده انا خايف عليهم لا يروحوا النار. يا لئيم منك ما يليق بلؤمك. ده انت بتقول كده علشان تبرأ ذمتك قدام يعني نفسك. وانت في الحقيقه بتستهين بيهم. ومش كده وبس، وترجو لنفسك ما لا ترجوه له. ترجو لنفسك ما لا ترجوه له. وانت بترجو لنفسك ما لا ترجوه له ليه؟ اه اصل انا انبت الى الله وتبت الى الله. اه ده انت معتمد على توبتك مش معتمد على الله. ده انت معتمد على عملك مش معتمد على الله. ده حالهم احسن منك.
لانهم اهل غفله وانت بقيت اهل ذكر، فاعتمدت على الذكر عن المذكور، فصار ذكرك وعبادتك وتوبتك حجه عليه مش حجه لك. فانقلبت الطاعه الى معصيه، انقلبت الطاعه الى معصيه، وصرت انت بالنسبه لهم من اهل الغفله. فهمت بقى ازاي؟ فلازم تترك هذا المعنى، وبترك الاستهانه باهل الغفله تخوفا عليهم مع الرجاء لنفسك. طب المطلوب ايه؟ المطلوب العكس، انك انت تبقى خايف على نفسك من نقمه الله وعذاب الله وترجو الخير لغيرك، لان هم ممكن اهل الغفله دول يكون فيهم اسرار في قلوبهم تغفر لهم غفلتهم. يمكن فيهم واحد بار بوالديه وانت ما شفتش البر ده، فيقوم ربنا يغفر له غفلته دي ببره لوالديه ويبقى سبب. انت مش شايف الا معصيته دي، لكن يمكن عنده حاجات تانية في قلبه، هو عامل المعصيه دي واقع فيها صحيح، بس هو ندمان عليها وزعلان ومش شايف نفسه، وانت شايف نفسك ومعجب بعمله، يبقى مين احسن؟ اللي ندمان، اللي مش شايف نفسه. فانت ما تعرفش اهل الغفله قلبهم ايه حال غفلتهم والاسرار التي بينهم وبين ربهم. فاهم؟ قد يكون بيربي يتيم، عنده شفقه على الناس، عنده رحمه، ما يتحملش يسمع بكاء صبر، وهو من اهل الغفله، عنده شفقه. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ان ربنا ادخل بغي الجنه علشان سقط كلب، ما تحملتش تشوف كلب حيوان عطشان، يعني عندها شفقه في قلبها، ما تحملتش انها تشوف كلب عطشان، بالرغم ان هي بغي، واحده بغيه، حديث صحيح كلنا عارفينه. يبقى انت لو شفت البغي اثناء بغاها ما تعرفش الرحمه اللي كانت في قلبها دي اللي جعلتها تسقي الكلب وربنا دخلها الجنه من اجلها. فانت ما تستهنش باهل الغفله، يعني لا تستهن باحد من خلق الله، الكل معظم لانه خلق الله، الكل معظم لانه خلق الله. فهمت ازاي؟ والكل محترم لانه خلق الله، ولو استحقرت حد معناه تكبرت، والكبرياء رداء ومن والعظمه ازار، والاحاديث معروفه كلها، لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه خردل من كبر. يبقى يكون الرجاء في الله مش في العمل، وحسن الظن بالناس، يبقى معناه عندك حسن ظن بالناس مهما كان حل، ويكون رجائك في رحمه الله واعتمادك على الله مش على عملك عشان تتخلص من الازمه دي. مش كده وبس، وبالاستقصاء في رؤيه علل الخدمه، باستمرار تنظر لطاعتك وتشوف العلل التي تكون سببا في ايه؟ في فساد هذه العباده. لان ممكن تكون انت بتعبد ربك وبتعمل اشياء كثيره، لكن عباداتك دي كلها معلوله مريضه، ما فيهاش خشوع، ما فيهاش خضوع، غير صحيحه من حيث الفقه، غير صحيحه من حيث الادب. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول انما اتقبل الصلاه ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقه، ورحم الأرملة والمسكين وابن السبيل وقطع النهار في ذكره. مش كده برضه؟ ولم يبت أو ينم مصرا على معصيته. يبقى أنت ما تبصش لصلاتك، طب هل أنت في صلاتك دي عندك تواضع وذاكر لله وبترحم الناس وطول النهار ذاكر لربك وما بتصرش على المعصية علشان ربنا يتقبل صلاتك؟ انت ممكن بتصلي وما فيكش الحاجات دي، تبقى صلاتك صحيحه فقها غير مقبوله لسوء الادب. فاهم؟ فلازم الانسان ياخد باله. يبقى الاستقصاء في علل ايه؟ الخدمه. علل الخدمه اللي هي علل الطاعه. وانما يستقيم الرجوع اليه حالا، احنا قلنا صلاحا اصلاحا ووفاء وحالا. هنتكلم بقى في الحال. وإنما يستقيم الرجوع إليه حالا بثلاثة أشياء: بالإياس من عمله، يعني تيأس من عمله، اعمل الخير وارمي البحر، هذه تيأس من عمله،
فاهم؟ مش تيجي يوم القيامه الملائكه بتاخد ايديك تقول لهم ايه ده يا فين؟ على الجنه طبعا. حافظ القران، كنت بصلي كل يوم وكان عندي اوراق محافظ عليها، على الجنه طبعا. ما ينفعش كده، ده انت جاي كده ايه داخل بعملك بصدرك، ما ينفعش. فاهم؟ يبقى لازم تيأس من عملك. تيأس من عملك يعني تيأس من نفسك، معناه تأمل في ربك. يبقى اليأس يكون من النفس والأمل يكون في الله. اليأس يكون من النفس والأمل يكون في الله. يبقى بالإياس من عملك وبمعاينة اضطرارك، وتعرف افتقارك إلى الله وإنك أنت قد إيه مضطر إلى الله. ده أنت الطاعة علشان تطيعه لابد إن ربنا يمدك بقوة تطيعه، وبنية علشان تعرف تخلصها لله، وبقوة أن تستمر فيها. يعني كلها ده أنت مضطر إلى الله حتى في عز الطاعة، فما بالك وأنت بعيد عن الطاعة. وعلشان كده كان إيه يقول في الحكم العطائية في تعريف الولي الأولياء، هم الذين لا يزول اضطرارهم وليس إلى غير الله قرارهم. فتلاقي الولي هو أفقر خلق الله إلى الله. الولي ما تفتكرش أن الولي كده يقول يا رب تهدي مالك يا أدنى، ولي بالعكس، ده هو شايف نفسه أفقر الخلق. الناس شايفينه ولي وهو مش شايف نفسه إلا أفقر الخلق إلى الله، وشعوره بهذا الفقر هو اللي ربنا جعله يغطيه بغناه. فاهم؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لما كان النبي أكثر الخلق افتقارا إلى الله جعله أغنى الخلق بالله، فكان يطعم الجيوش الغفيرة بقبضة من طعام صلى الله عليه وسلم، في حين اللي بيطعم الجيوش الغفيرة دي بقبضة من طعام كان يربط بطنه بالحجر من الجوع. يبقى النبي كان مفتقر، حاله الافتقار مع نفسه، فكان يربط على نفسه على بطن الجوع، على بطنه الحجر من الجوع. لكن لما تحقق بالافتقار أغناه الله أمام الناس، فأطعم الجيوش الغفيرة بالطعام الكثير وبالماء النابع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فهم؟ يبقى كلما ازددت افتقارا إلى الله كلما كنت أقرب إلى الله. تحقق بوصفك يغطيك بوصفه. تحقق بوصفك اللي هو العبودية. العبودية معناها فقر وعجز وجهل، مش كده برضو؟ وغفلة واحتياج، مش دي العبودية؟ تحقق بهذا، يقوم ربنا يغطيك بإيه؟ بوصفه، فيجعلك يقدرك ويجعلك ويعلمك ويغنيك من فضلك. فهمت ازاي؟ تحقق بوصفك يغطيك بوصفه. ده كلامه في الحكم نفس المعنى. يبقى وبمعاينة اضطرارك وبشيم برق لطفه بك. شيم برق الشيء يعني انك انت تدرك من بعيد انوار لطفه البعيدة التي ساقتك اليه بألطافه سبحانه. حيث أنك كنت في مكان بعيد، أولئك ينادون إيه؟ من مكان بعيد. فالإنسان بعيد بشهوته وبغفلته وبجهله وبضعفه، مش كده برضه؟ بعيد. تقوم أنت تنظر في حالك لما أنبت إلى الله قد إيه ربنا لطف بيك وأنت كنت بعيد، فأعطاك برق الهداية بلطفه، فسرت في هداية بعد كنت في غواية، فتستشعر لطف الله بك. فلما تستشعر هذه المعاني تستمر فيما أنت عليه من إناد. فهمت بقى؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.